مساء الخير وتحية طيبة لكل مشاهدي شاشات قنوات جي ام سي في كل مكان في العالم، ولكل متابعي بيت السفيرة عزيزة بنتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة لكل اللي هنقدمه النهاردة الجميلة نهى عبد العزيز وأنا. فمساء الخير والسعادة عليك يا نهى. مساء الفل عليك يا أستاذة سونسون، وأنا بستنى اليوم بتاعنا مع بعض ده يعني بفارغ الصبر زي ما بيقول. ومساء الفل والهنا والسعادة على كل متابعي قنوات دي أم سي ومشاهدي برنامج السفيرة عزيزة. حقيقة دايما دايما من أسعد الحلقات اللي بنقدمها اللي بكون فيها مع الأستاذة الكبيرة الأستاذة سونسون بنوتش الحلوة الجميلة. حبيبتي حبيبتي يا رب النهارده بقى موضوعاتنا وفقراتنا تنال اعجابكم. واخبارنا ايه بقى يا استاذه سمسم؟ اول خبر عندنا بصي انه يعني عن وسائل اللي اسمها الايه التواصل الاجتماعي واستخدام الانترنت، بقوا من الحاجات الاساسيه جدا اللي بنمارسها كل يوم زي الاكل وزي الشرب. يمكن الناس كلها مش ممكن تتخيل انه هو يعدي عليها يوم من غير انترنت. صحيح. وده بقى شكل الحياه الجديده. الحقيقه ان جزء كبير جدا من مستخدمي الانترنت في العالم هم الاطفال والمراهقين، نسبتهم تقريبا 79% من اللي بيشاهدوا يعني الانترنت، اعمارهم ما بين 15 ل 24 سنه، ده تقرير للامم المتحده. ويعني لو رجعنا لليونيسف أكثر من 175 ألف طفل 175 ألف طفل بيستخدموا شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم يمر. تصوروا يعني كل يوم ينضاف على اللي بيشوفوها 175 ألف طفل جديد، يعني بمعدل طفل جديد كل نص ثانية. يا نهار ابيض. يعني عدد رهيب يعني. الحقيقة ان الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي زي ما ليهم ايجابيات كتيرة وده المستقبل و و الى اخره كل اللي بنسمع عليه، لكن للاسف في كمان سلبيات. زي التعرض للتنمر والابتزاز الالكتروني حاليا والعنف والتوحد. صحيح. يعني حاجات كتيرة قوي يا نهى، ويعني بيتأثر عليهم بشكل كبير جدا الانترنت والتواصل الاجتماعي على اولادنا واطفالنا. خلونا نعرف المخاطر هذا الاستعمال، يعني الاستعمال المبالغ فيه مخاطرها ايه على اطفالنا، من استشاري تربوي وهي الاستاذه سمر كشك اللي معانا على التليفون. ايوه. الو، مساء الخير يا استاذه سمر. مساء الهنا، اهلا بيكي. زي ما الاستاذه سناء دلوقتي كانت بتقول بتتكلم على مخاطر الانترنت، مع ان برضو من ناحيه تانية بيقعدوا يقولوا ايه ان هو ده المستقبل والولاد لازم يتعلموا ازاي يستخدموا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لان هي دي مستقبل ولادنا. حضرتك شايفه ازاي ممكن تكون وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت ليها اثر سلبي على تربيه اولادنا وعلى سلوكهم؟ هو الإفراط والتفريط كل حاجة بيبقى ليه طبعا انعكاس على الأطفال بشكل صعب جدا جدا، لأنهم مفرطين ومبذلين جدا في وقتهم مع الإنترنت. تقريبا ولادنا كلهم بيقعدوا مدة كبيرة جدا جدا ما بين ال 12 ساعة ما كانش أزيد. صحيح. على الانترنت. سواء التواصل الاجتماعي أو الألعاب الجيمز أو الحاجات كلها مرتبطة بالإنترنت. دي المشكلة في حاجة اللي ما انتبهناش ليها، غير التوحد وغير العزلة الشديدة وغير عدم التواصل الاجتماعي العادي، ما بيعرفوش يتعاملوا مع الناس اللي حواليهم، ما بيعرفوش يتواصلوا بشكل صح لان الوقت بيبقى قليل اللي بيلاقوه ان هم يكلموا. صحيح. الناس ما بيعرفوش يتواصلوا ازاي. عندنا افتقار لان هم يتعاملوا مع الاطفال ذويهم، بيبقى عندهم عنف اكتر، تقليد اللي بيشوفوه. في حاجة ناحية تانية احنا ما خدناش بالنا منها، في ولاد بتزيد وزنها جدا لانها ما بتتحركش كتير وبياكل وهو قاعد وبيفضل يكمل القعدة. النقطة الأخطر ان ممكن الولاد دي الحاجات اللي بيقلدوها وبيشوفوها من طبعا الانفتاح. تمام، الانفتاح ليه زاوية كويسة، بس الزاوية الأبشع هي الوحشة. لأن أنا مش عارفة ابني منفتح على إيه،
وعلى مين وبيقلد مين وايه مدى خطورة الفيديوهات اللي وصل لها، لان في حاجات بتيجي كده سجست ان انت بيفتحوها هم، انت اذا كنت كبيره فاهمه ان انت ما تفتحيهاش هم بيفتحوها من باب العلم بالشيء. الثقافه الغريبه الزائده كل شيء ما بيزيد عن حد وبيتقلب ضده، اكيد هم عرفوا حاجات فوق اللازم ما كانش المفروض يعرفوها دلوقتي، توقيت ان هم يعرفوها سبقوه بكتير. فانت ما بتكلمي انت بالنسبه لك طفل، لكن هو عارف ومدرك حاجات انت جاي، ممكن يكون مدرك حاجات اكتر مننا للاسف. فالانفتاح الزائد يخوف طبعا، التأهيد الاعمى يخوف صحيح. ولادنا ما عادوش عارفين يتعاملوا مع البني ادمين الطبيعيين، هم مبسوطين بورا الشاشات اما بيتعامل مع الناس العاديه مش عارف يتواصل معاهم بشكل صح. الافراط في ان هو مش عارف يتحرك، كل جسمه بقى متيبس، ما عادش زي الاطفال زي ما كنا الاول بننزل بيروح النادي بيلعب شويه وبنلخمهم بقى بيكلم ناس بره، ولسه كنت هقول لحضرتك بيكلم ناس كمان اصدقاء افتراضيين يعني ما هماش حقيقيين. هم دول بقى اللي بيخوفوني طبعا، ان هم بيحطوا في عقله هو طبعا قاعد مده كبيره بيكلمهم تقريبا كل يوم صح. فممكن بيكون معاهم بيلعب معاهم جيمز، هم بيدوا له الافكار اللي هم اللي على مزاجهم. مظبوط، انت ما تعرفيش الافكار، انت بالنسبه لك ابنك قاعد يلعب صح ومريح راسك وخلاص، لكن هو بيعرف معلومات ممكن خطر، ممكن تكون متطرفه، ممكن تكون خاطئه، حاجات غير عاداتنا وتقاليدنا، فبيخرج بره الاطار اصلا. ما تعرفيش بقى تجمعيه تاني وتقولي له ايه الصح من الغلط، ما تعرفيش، فقدتي السيطره. أستاذة سمر، يعني عايزة أقول إنه كل يعني الناس المهتمين بالطفولة والعلاقات الأسرية بين الأم والأب والأطفال إلى آخره، بيقول لك النهاردة إحنا كعيلة كأب وأم مش بس احنا اللي بنربي ولادنا، زمان يعني حتى الجيلين قبل كده، لو نقول جيلين يعني جيلين قبل الجيل ده، هو كانت امهاتنا هي احنا ماشيين على الصراط المستقيم اللي بتقوله بننفذه صح. الاب اللي بيقوله احنا بننفذه، لكن النهارده مفيش ام ولا اب، هم الوحيدين اللي بيأثروا على الاولاد. في ملايين الابهات والامهات اللي بيشكلوا الوجدان والرؤيه والقرار بتاعي انا كطفل يعني، فده في منتهى الخطوره. حضرتك قلتي في الاول انه يعني بيكاد انه الناس الاطفال يتابعوا الانترنت حوالي الايام احيانا لحد الساعه 12 ساعه في اليوم، وده الرقم المبالغ فيه. لكن كمان انا شايفه دراسه اخيره معموله في الدنمارك او اظن يعني نرويجيا يا الدنمارك مش متاكده قوي، ان عملوا دراسه على عدد كبير جدا من الاطفال، ولقوا انه زي ما حضرتك قلتي، لقوا ان الاطفال دي بيحصل لهم نوع من التوحد والصعوبه في العلاقات الاجتماعيه وايضا العنف، يعني بيلاقوا ان نتيجه القعده على الانترنت والتليفون والكلام ده كله عاملة تغيير جذري بالنسبة للأطفال هناك. وكان اقتراحهم في النهاية ان الطفل مفروض ان هو يمارس، يعني يبقى عنده حاسة انه صعب، يعني انا لما قريت قلت جات لي حاله من الياس كده، قلت الله مين اللي يقدر يتحكم في ابنه ويقول له ثلاث ساعات بس في الاسبوع، محدش يقدر يعمل ده. حضرتك بتقترحي، يعني حضرتك خبيره، تقترحي ان قد ايه نسمح لاولادنا ان هم يكونوا موجودين على التيك تيك 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 او تيك 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 تيك، قد ايه كم ساعه؟ أنا يا ريت لو يعني ممكن ساعتين ثلاثه في اليوم متفرقين، ما يكونوش على بعض. ليه ما يكونوش على بعض؟ عملوا دراسات على مخ البني ادمين حتى مش الاطفال بسبب الريلز، ان هي الريلز ما بتعديش الاربع دقائق، بدا المخ يتبرمج انه ما يستوعبش حاجه اكتر من اربع دقائق، يعني لو قعد محاضره ربع ساعه ما بيفهمش لازم يفصل، فهو الريلز اثرت على خلايا المخ. فانا عايزه افصله عن ده باني اخليه يعني اعمل له بدائل، هيلعب حاجة اكتيفيتي انا ممكن ادخل فيها وتكون شيقة، زي ما انا عملنا ابدعنا حاجات على الانترنت
حلوة والولاد بيحبوها قوي، أنا برضو أبدع وأعمل كرييت لحاجة جديدة مختلفة عشان ولادي يروحوا يعملوها. لما يقول لي أنا عايز ألعب مع أصحابي ماشي تحت إشرافي، بس يكون قدام عيني وعارفة هو بيعمل إيه، وينزل فعلا يلعب مع أصحابه علشان يقدر إن هو مخه يفصل شوية. على وعد مني انك هتمسك التليفون نص ساعة ساعة، لكن ما يكونوش متواصلين، اعطيله بدائل، لان هو مش هيحل المشكلة صح. من تلقاء نفسه صح. صح. هو مش فاهم، انا اللي بتحكم فيه، فاديله بدائل مغرية عشان يروح لها. يعني ما عندوش بدائل هيقعد على التليفون. صح، ده حقيقي. طبعا. ده حقيقي. طبعا. يعني احنا بنشكرك الاستاذه سمر كشكي، الحقيقه برضو نورت لنا بصيرتنا. طبعا. ولو سمحتوا خلوا بالكم قوي من الحكايه، لا احنا لا افراط ولا تفريط، بالظبط نكون معتدلين ووسطيين لا، وبما ان الانترنت النهارده اصبح لغه العصر فلازم زي ما ليه السلبيات بتاعته نحاول ان احنا نستفيد من الايجابيات بتاعته. مظبوط. فده مهم. شكرا. شكرا للأستاذة سمر كشك. وفاصل ونعود؟ لا، هنروح على خبر. اتفضلي اتفضلي. معقولة يا أستاذة سونسون إن احنا ما نعرفش إيه اللي بيحصل في مهرجان العالمين؟ مهم جدا جدا إن احنا دايما نتابع ونعرف الفعاليات المختلفة والمميزة اللي بتكون موجودة في مهرجان العالمين كل يوم، لأن الحقيقة كل يوم في حاجة جديدة. حاجة الحقيقة برضو بتناسب فئات عمرية كمان مختلفة جدا، عشان كده جزء من المهرجان كان مخصص للأطفال في مهرجان نبتة اللي بدأت فعاليات من يوم الخميس اللي فات ولسه مستمر معانا. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن فعاليات مهرجان نبتة وايه اللي منتظرينه من فعاليات مختلفه في العالمين الجديده من زميلتنا شرمندة الدسوقي. مش بس اسمها شرمندة، لا بصي اسمها شرمندة الشطوره. ايوه أنا. صح، انا موافقه جدا. شرمندة يا فين؟ السفريات العجزات الجميلات، وحشتوني اولا طبعا. اهلا اهلا يا شرمندة، يا شطوره انت، يا شطوره. انت كمان وحشتيني. احنا مستمرين مع حضراتكم داخل مدينه العالمين، المدينه الساحره التي لا تنام زي ما انا بقول عليها دايما، ولسه مستمره مع حضراتكم في متابعه فعاليات مهرجان العالمين 2024 تحت شعار العالم عالمين. صراحه واحد من اهم الفعاليات، او نقدر نقول عليه واحد من اهم المهرجانات اللي تم جوه مهرجان العالمين، هو مهرجان نبته، اول مهرجان متخصص للاطفال، والصراحه اللي فعلا بدا امبارح وكانت استعداداته من اول امبارح، والاجواء الصراحه جميله جدا لانه اول مشاركه لكل الفئات العمريه من الاطفال، وصراحه الاجواء كانت اكثر من روعة. امبارح كان اول يوم لمهرجان نبتة، احنا موجودين النهاردة تحديدا داخل اخر جيت لمهرجان نبتة. خليني في الاول اشرح لكم احنا موجودين، يعني زميلي المصور ايهاب لو يستعرض معانا، احنا موجودين في اخر مرحلة من مراحل الجيتس بتاعت مهرجان نبتة وهي اسمها ديسكفري. اول ما بنوصل عند منطقه الديسكفري دي نعرف كده ان احنا خلاص داخلين على المسرح الكبير، علشان خاطر الاطفال يبداوا يخشوا ويبداوا كل الفعاليات الخاصه بكل يوم، لان كل يوم عندنا عنوان مختلف. الحته اللي احنا واقفين فيها على كل ركن من اركان المنطقه اللي احنا موجودين فيها في حته معينه من الالعاب بيبدا الاطفال ان هم يكتشفوا، وزي ما هي اسمها ديسكفري بيبقى فيها نوع من انواع الاكتشاف، سواء من المهارات الفكريه او من المهارات الفنيه او المهارات الالعاب، ودوت بيبقى بشكل كبير جدا بيبقى فيه عدد كبير من المسابقات علشان خاطر يدوا للاطفال حافز ان احنا نرجع تاني بعدد من الاطفال يخشوا منطقه الديسكفري ويخشوا بالترتيب داخل منطقه المسرح علشان خاطر يبداوا اليوم بتاعهم. احنا النهارده موجودين في اليوم بعنوان الستوب موشن، هيكون معانا فيها المخرج حازم جوده اللي هيعلم فيها الاطفال ازاي صناعه الكرتون وازاي ان هم يقدروا يصنعوا الكرتون، مش بس ان هم يتفرجوا عليه، وصراحه هي حاجه ممتعه للكبار بس مش للاطفال، ان احنا نقعد نتفرج ازاي احنا نقدر نصنع الكرتون. اما امبارح احنا كنا على موعد كبير جدا مع النجمه سوسن بدر والنجم احمد امين اللي الصراحه كانوا اكتر من لطاف على خشبه المسرح مع الاطفال، وهما بيحكوا للاطفال عدد كبير جدا من الحكاوي اللي احنا ككبار فاكرينها وتربينا عليها، وكمان الصغيرين بيكتشفوها لاول مره، اللي فيها جزء كبير مش بس من الحكاوي الترفيهيه، لا هي حكاوي بتنمي الاطفال وبتساعدهم على تنميه مهارتهم سواء من الابتكار او الترفيه او كمان التفكير بشكل كبير جدا. وصراحه اليوم امبارح احنا لما قعدنا اتكلمنا مع الاطفال، صحيح اعمارهم صغيره جدا بس هم على درايه كبيره جدا باللي بيحصل وكانوا مبسوطين بالحكاوي، قضينا معاهم اليوم كله امبارح وقعدوا يحكوا لنا ان هم ازاي قدروا يتعلموا ان هم يبنوا القصه وازاي قدروا يرسموا القصه وازاي قدروا يتعلموا ان هم يكتبوها، فصراحه
مهرجان نبتة مش بس للترفيه للأطفال، أو الناس فاكرة إنه ممكن الأطفال يجوا هنا يلعبوا بس، لا ده في نوع كبير جدا من أنواع تنمية المهارات وكمان من أنواع الابتكار. الصراحة مبسوطين جدا في مهرجان نبتة دوت. أهم وأبرز التفاصيل داخل مهرجان نبتة اللي إحنا موجودين فيه، لكن ده مش معناه إن إحنا ما عندناش فعاليات تانية، لا بالعكس إحنا عندنا فعاليات كتير جدا. كان أهمها وأبرزها إمبارح على مسرح اليو أرينا داخل مدينة العالمين الجديدة، كان عندنا واحدة من أقوى حفلات الويك إند اللي دايما بننتظرها، واللي كانت فيها معانا النجمة الجزائرية سعاد مسي اللي بدأت الحفلة إمبارح على خشبة مسرح اليو أرينا بعد غياب كبير جدا عن مصر. وكمان الجمهور كان مشتاق لسعاد مسي جدا، اللي هي غنت كمان باللغة الجزائرية وباللغة المصرية وغنت كمان باللغة الفرنسية، وصراحة الجمهور كان متفاعل معاها جدا. بعد سعاد مسي كان معانا موعد مع فرقة مسار إجباري اللي طبعا كل الأجيال بيحبوها بشكل كبير جدا، وصراحة الحفلة كانت ممتعة. بعد مسار إجباري كان عندنا حمزة نمرة اللي غنى عدد كبير جدا من الأغاني اللي احنا بنحبها، وكمان غنى أغاني كتير للمطربين قدامى احنا بنحب كمان الأغاني بتاعتهم. كانت مفاجأة حمزة نمرة انه كان مصر انه مسار إجباري يطلعوا معايا على خشبة المسرح وينهوا بيها حفلة الويك اند مع بعض، وصراحة كانت حفلة اكتر من روعة واستقبال كبير جدا مش بس من الجمهور المصري، لا من كافة انحاء الوطن العربي اللي كانوا حريصين ان هم يحضروا لسعاد مسي وفرقة مسار إجباري وكمان حمزة نمرة اللي لاول مرة على مسرح اليو ارينا داخل مدينة العالمين. عايزين نقول للناس كمان ان بالنسبه للفعاليات الرياضيه لسه مستمره كل معانا كل الفعاليات الرياضيه داخل المنطقه الترفيهيه ومنطقه الالعاب، سواء من مسابقات كره القدم او البادل او كره السله. وكان معانا واحده من اهم الفعاليات الرياضيه لمشاركه النساء في كره القدم في واحده من اهم دوري ابطال الساحل، اللي الصراحه استمتعنا جدا واحنا بنتفرج على البنات وهما بيلعبوا كره القدم، مش بس الولاد اللي موجودين داخل ملعب كره القدم. فالحقيقه مهرجان العالمين على درايه كامله جدا ووعي بكل احتياجات كل رواد المهرجان، اللي الصراحه مستمتعين جدا ان كل الفئات العمريه وكل المراحل سواء من كبير او صغير وحتى الاطفال زي مهرجان نبته بيشاركونا داخل المهرجان. الصراحه فعلا بدا العد التنازلي لانتهاء ما واحد من اهم واضخم المهرجانات في مصر والشرق الاوسط، لكن احنا مش عايزين نقول كده لان احنا الصراحه مستمتعين جدا ولسه عندنا فعاليات كتير لسه هتبدا واكتر من روعه بكل طاقه وحماس لسه منتظرينها. واتمنى ان كل الناس تلحق تيجي قبل الختام يوم 30/8 لانه لسه عندنا حاجات كتير جدا ومفاجآت كتير جدا مش هقول لكم عليها، بس برضه هفضل انصح استاذه سناء انها تلحق تيجي المهرجان قبل الختام. وطبعا انت يا نهى اكيد لازم تيجي علشان خاطر تستمتعوا بالجو الحلو والمناظر الساحره على واحد من اهم بحار الساحل الشمالي وهو بحر مدينه العالمين الجديده. ويعني اتمنى اشوفكم وتنبسطوا بقى وتلحقوا تشوفوا الحفلات المتبقيه في الحفلات الويك اند اللي جايه، فاضل اسبوعين بس على ختام المهرجان وفاضل اسبوعين بس على حفلات الويك اند مع عدد كبير جدا من الفعاليات الترفيهيه والثقافيه والفنيه وحتى الحفلات الويك اند. بصي 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 يا شرمنده شرمنده، انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتقولي تعالوا عندك المسؤولين كلهم، يعني اتصرفي اتصرفي، احنا ما عندناش مانع. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اولا بنشكرك جدا يا شرمنده لان بجد بجد انت دايما بتنقلي لنا الصوره واضحه ودايما بتخلينا بتشوقينا ان احنا دايما عايزين نروح ونتفرج ونعرف ايه الجديد اللي بيحصل. حقيقي حقيقي بنشكرك جدا جدا. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه برضو يا استاذه سونسون، ان جميل جدا ان الواحد يتلم كده ونعمل مجموعه ونطلع، لان المشوار مش بعيد، المشوار ساعتين ونص ثلاث ساعات بالكتير من القاهرة، فممكن حتى نروح نقضي اليوم هناك ونرجع تاني آخر النهار اللي يبقى فيه نفس بقى. بس إيه يعني أدينا أمنيات أمنيات. لا والله اللي يقدر يعمل كده يا ريت يعمل كده، بجد هتستمتعوا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لشرمندة الدسوقي يعني المراسلة الشطورة. وفاصل ونعم. الأيام اللي فاتت ظهرت بكثافة تحذيرات منظمة الصحة العالمية عن فيروس جديد انتشر فجأة بين مجموعة من الدول، بس الحقيقة إن المجموعة دي كتير شوية. من الحيوانات للبشر، وكان مقتصر على مناطق نائية في أفريقيا
وآسيا، بس اللي حصل مؤخرا انه بدأ ينتشر بين البشر ويتنقل من البشر للبشر. في أسئلة كتير جدا عايزين نسألها دلوقتي، وعايزين كمان نوعي كتير، محتاجين ان هم يبقوا على علم بهذا الفيروس الجديد، وكل ده هنتناوله مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة ومنورنا في بيت السفيرة عزيزة، الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة. أهلا دكتور شريف. أهلا أستاذنا، أهلا بحضرتك. منورنا يا دكتور. نورك يا أستاذة نهى. والله يخليك. وزي ما الأستاذة سناء كانت بتقول دلوقتي، وقبل ما ندخل في تفاصيل الوقاية والعلاج، عايزين نعرف الناس إيه هو جدري القرود. هل هو زيه زي الجدري العادي أو الجدري المائي، ولا هو بيختلف وأعراضه بتكون إيه؟ بص حضرتك، الجدري العادي بتاعنا كان موجود زمان وانتهى مع بداية الثمانينات، كان موجود كان ليه تطعيم بيتاخد، وجم في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات اختفى تماما، زي شلل الأطفال ما اختفى عندنا كده، وبطلوا يطعموا الناس ومبقاش يظهر خالص. جدري القرود ده في مشابه ليه جدا في الاعراض بتاعته وفي طرق الانتقال، ولكن الوسيط هو اللي مختلف، اللي هو القرده والقوارض. هو بيحصل والقرد بيحمله، والانسان بيلامس القرد يصاب بالعدوى وينقلها الانسان تاني. يبقى اذا العدوى بتتنقل من والى ومن والى وتتنقل تاني، وتتنقل للانسان عن طريق ايه؟ عن طريق الرذاذ. إن هو مرض برضو جهاز تنفسي. ما هو عشان كده احنا بعد الكورونا بقت في حالة من الذعر عند المنظمات الصحية العالمية. فبدأوا يشوفوا أي مرض ينتقل بسهولة من إنسان لإنسان، ده هيعمل لي وباء، ده هينتشر. فبالتالي بدأوا ياخدوا بالهم وحذرهم جدا، وبيبدأوا يشوفوا إيه الحاجة اللي بتنقل المرض ده، بيتنقل عن طريق إيه؟ عن طريق القوارض وعن طريق القردة. يعني القوارض بقى، احنا معلش القردة ده احنا عارفين الفيران بقى، القردة الخارد ده ممكن يبقى الفران، فار ايوه، وايه والحاجات اللي هي بتزحق السحليه الحاجات اللي بتقعد السحليه، الفار، الحاجات كلها اللي بت ايه العرسه، الحاجات اللي بتجري دي، والبيئه بتاعتها مش نظيفه. فبالتالي هي سهل جدا انها تصاب، وسهل انها تلمس حاجه انسان او تلمس انسان. حتى حاجته يعني لو ما لمستوش برضو ممكن حاجه، ما لو انا عندي افرازات القرده دي او القوارض عندها افرازات خرجت منها على حاجه بتاعت الانسان وهو لمسها هيصاب. وبالتالي كل البيئه اللي فيها الحاجات دي الانسان اللي موجود فيها عرضه. عشان كده ظهرت في افريقيا اكتر، عشان عندهم القرده دي منتشره منتشره. لكن برضو عندنا في الفلاحين في الريف بالزبط. في كتير العرسه دي موجوده، والفران حاجات زاحفة. عشان كده أبدأ أنا أشتغل على توعية الناس. خلي بالك، عايزين نقول إن إحنا استفدنا من تجربة كورونا دي، طلعنا بإيه منها؟ كل أزمة بيطلع دروس مستفادة. الناس بقى عندها وعي شوي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ومنظمة الصحة العالمية والوزارة، كله بقى كله عنده وعي عن إن إزاي أغسل إيدي بالظبط، إزاي أبعد عن الأماكن اللي فيها اماكن ملوثه، اللي فيها ازاي ان احنا يبقى في تباعد بيننا. بس اعراضه هي عباره عن ايه يا دكتور؟ زي الاعراض بتاعه اي فيروس تنفسي، صداع، رشح. يعني مش رشح على الوش، يعني مش بزور. انا افتكرت برضو دي تاني مرحله منه. طب اول مرحله قول لنا اول مرحله وتاني صداع. مرحله صداع في الاول صداع. عادي رشح ارتفاع في درجه الحراره او لا، غير مبرر يعني. يعني ممكن يبقى في حس ارتفاع درجه الحراره او لا، ممكن تقف عند هذه المرحله، يبقى عادي وبدات العلاج وخلاص، والعلاج بتاعه بيبقى علاج عرض، يعني صداع ياخد مسكن. انا ما عنديش لا تطعيم غير بتاع الجدري العادي، وما عنديش علاج تاخده كده خلاص يخلص. لا، انا عندي بعالج الاعراض، يعني حراره ارتفعت بدي خفض حراره، صداع بدي مسكن للصداع، رشح بدي حاجه مضادات هيستامين عشان الرشح. تبدا تظهر بعد كده بثور على الجلد، نتوءات تظهر على الجلد بتاعه. هذه النتوءات والبثور برضو منقله للعدوى. يعني لو انسان سليم ولمس هذه الحبوب او افرازاتها يصاب بالعدوى. اذا ممكن يصاب عن طريق رذاذ من الانسان المصاب، او عن طريق ملامسه الجلد بتاعه والاحتكاك بيه بشكل مباشر. علشان كده بنقول للناس نرجع تاني يا جماعه، اهتموا بقصه النظافه الشخصيه،
نظافه الايدين بالميه والصابون ابسط حاجه او الكحول اللي موجود. التباعد دايما، خلينا ثقافه تبقى موجوده عندنا، ثقافه التباعد، النفس ما يبقاش في النفس. خلينا نقول انه التباعد برضو في الاسانسيرات وفي الاماكن العامه. كل دي حاجات نصائح الى جانب الاهتمام بالتغذيه الصحيه السليمه. طب ايه يعني، هل في مصر ظهر اي لا حد؟ لا 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 الحمد لله، الحمد لله ما ظهرش. في دول حوالينا ظهرت في افريقيا بقى، دول افريقيه ظهر حوالينا. لكن ده دور ايه بقى هنا؟ الحجر الصحي في المطارات والمواني. ده دوره مهم جدا، الحجر الصحي سواء كان في المطارات او المواني او اي اماكن، تبدا على طول يدققوا في الفحص والتشخيص. خصوصا لو جت اشاره انه البلد الفلانيه دي اللي جايين منها عندهم. ما هو انا بعتمد في تشخيص الحاله دايما على ايه يا استاذه؟ على التاريخ بتاعه، انت جاي منين؟ اول ما اعرف البلد اللي جاي منه اخد بالي منه بقى. هو ده، دي اكتر حاجه انا عارف ان الدول دي فيها مصابه، فكل اللي جاي منها بحطه على الليست عندي وابدا احجزهم واشوف اذا كان عندهم اعراض او لا. بس يا دكتور يعني مثلا لو الواحد زي ما حضرتك قلت جاله صداع، جاله رشح، جاله ايا كان من الاعراض دي، هيتعامل معاها ان دي اعراض بتاعه انفلونزا مثلا. وبعد كده بيظهر الطفح الجلدي، ازاي اعرف ان ده يعني جدري حضرتك؟ هو ما كانش في مكان فيه جدري قرود طبعا، فبالتالي لا، ده البرد العادي بتاعي يعني. احنا بنقول انه مرض اي نعم مهم وخطير وناخد بالنا منه، ولكن مش خطير بالنسبه انه اي حد يجيله، لانه مش سهل، مش زي الكورونا يعني. خطورته يعني ايه لما حضرتك بتقول خطير؟ خطورته في ايه؟ في الاعراض، في المضاعفات، لو انا ما خدتش بالي من العلاج بتاعه. يا ريت حضرتك بقى تقول لنا المضاعفات. المضاعفات بتاعته ممكن توصل لان هو يحصل تسمم في الدم، لو هو وصل لان هو ما تعالجش كويس، يتحول من بكتيريا فيروسيه، من عدوى فيروسيه الى عدوى بكتيريه، ويصاب التهاب رئوي شديد، ويخش في ضيق تنفس، ويخش في نقص اكسجين، وتبدا نخش في المضاعفات بتاعه زي اي عدوى تنفسيه زي الكورونا وزي اي حاجه، الالتهاب الرئوي الشديد، فبالتالي يعمل لي مشكله كبيره جدا. يبقى انتقلت من موضوع بسيط ممكن يتعالج بمجرد الادويه البسيطه الخفيفه جدا مع التغذيه الصحيه السليمه والراحه، الى ضيق في التنفس، احتياج الى رعايه، احتياج الى اكسجين، تنتقل الى عدوى بكتيريه تسبب له مشكله كبيره جدا. وبالتالي انا في غنى عن هذا. هل طبعا منظمه الصحه العالميه مع الشركات الكبرى مع الادويه بعد ما شفنا بعض الشركات دلوقتي متهمه باتهامات خطيره؟ طبعا. هل طبعا ابتدوا يشوفوا يعني تطعيم بيعملوا المصل بتاع الجدري؟ ايوه، بيمشوا بيه الحال دلوقتي. بتاع الجدري القديم بيعملوه تاني، يرجعوه، وبيحاولوا يشوفوا مصل جديد للجدري القرود حسب ايه السلاله بتاعته الموجود. بيعمل دلوقتي ترجمه للترجمه جينيه للسلاله نفسها دي، لان لحد دلوقتي هي سلاله واحده ما حصلش تحور ليها، لانها لسه في بدايتها يعني. فبيحاول يعمل لها تطعيم برضو زي ما حضرتك عارفه، نفس السكه بتاعت الكورونا. نحاول الشركات تشتغل وتعمل تطعيم، بس احنا لازم نكون حذرين دلوقتي وتعلمنا انه مش كل معلومه بتبقى صحيحه، وفي خلفيات اخرى، فناخد بالنا من احنا ما كانتش تبقى تطعيمات معتمده ومرت بتجارب صحيحه بالشكل المظبوط العلمي المظبوط، ومعتمده عندي من وزاره الصحه، ومعتمده من منظمه الصحه العالميه. وكل ده كان معتمد، وبعدين سمعنا فضايح للركب. وكانت مش متوقعه على فكره يعني. كشفت بعض الحاجات كده، بس احنا برضو بنتعلم. بنتعلم. هل ملوش علاقه خالص بالكورونا؟ ما هو كانوا بيقولوا الكورونا دي عندها بعد كده هتنتشر ب 200,000 فيروس جديد. ده ملهاش علاقه. لا لا ملهاش علاقه، فيروس ده نوع تاني خالص. وارد يا استاذه سناء انه كل فتره يظهر فيروس جديد. اصل دي طبيعه وبعوامل بيئيه حوالينا، ودي كائنات عايشه معانا، فيروسات وبكتيريا، بس احنا بقى عندنا القاء الضوء على الحاجه. اوكي. طب هسال حضرتك حاجه، هل في دول قريبه مننا او على حدودنا وصل لها؟ لحد دلوقتي لا. الحمد لله. يعني احنا الحقيقه الحمد لله لسه وبقى عندنا وعي يعني. الناس دلوقتي بقت خلاص
في المدارس وفي الجامعات وفي اماكن المزدحمه بقى في قدر كبير من الوعي نتيجه ازمه كورونا. لو لحقت الفيروس ده في بداياته الاول ما تبتدي تسلع البثور ممكن يختفي تماما. بداياته صداع ورشح بس، يعني البذور دي ما ظهرتش في الاول دي تمام. اللي هي المرحله الثانيه بعد كده لو ما خدتش علاج مظبوط وما خدت اكيد في مضادات فيروسات برضو مضادات ولكن عادة. بتختفي اثارها ولا بتبقى زي الجدر يعني لا في لا ناس لا 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 لا. بيعلم كان عندهم زمان بيجي في الوش ولا بس في الايدين والاطراف؟ في الوش وفي الايدين والاطراف كله في كله بس مع الوقت بيختفي زي اي حاجات لما درجه الحراره ترتفع حساسيه لما تطلع لنا شويه حساسيه بيختفي بعد لو الواحد جات له حساسيه دلوقتي هيبتدي يخاف. لا أيوة. لا لا ما تخافيش ما تخافيش. وعموما الوقايه خير من العلاج فلازم فعلا نكون كلنا حريصين ونخلي بالنا كويس قوي ونهتم بالنظافه الشخصيه لان فعلا دي عليها عامل مهم جدا. فاصل بقى ان دكتور شريف احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحه العامه بنشكر حضرتك على تشريفك لينا وعلى المعلومات اللي اديتها لنا وتطمنا ان احنا في منطقه امنه الحمد لله. فاصل ونعود. القديمة هي اللي بتميز كل مكان على أرض مصر، كل مكان بيتميز عن المكان التاني لأن كل محافظة ليها لونها وليها طبعها الخاص اللي بيميزها. طبعا طبعا مفيش أجمل من بلاد النوبة، بلاد الدهب، واحدة من أروع أماكن مصر بطبيعتها الجميلة وثقافاتها المختلفة وطيبة أهلها. حطي كذا شرط تحت طيبة أهلها دي صح؟ ده غير كمان لغتها اللي محدش يعرفها غير أهلها، عشان كده ضيفتنا النهاردة قررت إنها توثق حكايات بلاد الدهب وتعرف الناس أكتر عن العادات والتقاليد النوبية وكمان تبسط لهم اللغة النوبية اللي ما نعرفش منها غير شوية كلمات كده محدودة بنسمعها عن طريق الحواديت على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأغاني اللي بنحبها زي أغاني الكينج محمد منير. يعني هنعرف حاجات كتير قوي 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 ما كناش عارفينها. خلونا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهاردة أستاذة كوثر حسن مدرس الإعلام بجامعة عين شمس وكمان صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومنورانا. ميرسي. شكرا استاذه نهى. ميرسي استاذه سناء. اهلا استاذه كوثر. استاذه كوثر يعني ايه بدات عندك الفكره ازاي انك انت تاخدي التراث النوبي وحكايات وتحطيها على يعني الفروع المختلفه للتواصل الاجتماعي؟ جميل. انا اصلا باحثه واكاديميه فاسلوبي في التفكير تفكير علمي ومنهجي. ممكن اسمع قائم. صوتك اعلى شويه عشان انا ست كبرت في السن ولما بيكبروا في السن ما بيسمعوش كويس. حضرتك جميله. انا باحثه في المقام الاول فاساس تفكيري تفكير علمي ومنهجي وبحثي قائم على وضع مشكله وفروض ومشكله ببحث لها على اجابه. دايما كان في ذهني سؤال ان احنا ليه في مصر مش عارفين كتير عن ثقافتنا المتنوعه؟ وان جزء اصيل من هويتنا ان اكون متشربه ثقافاتي الفرعيه عشان لما ابدا اتعاطى مع اي حد في مجتمع تاني في ثقافه تانيه ابقى عندي غنى وثراء اقدر اتكلم بيه عن ثقافتي. وخصوصا في مصر يا استاذه كوثر يعني في عندنا مصر كل غير عادي حقيقه تراثها اللي يعني قد يختلف مع الاخرين ولكن اضافه يعني بالظبط حقيقي. أنا كنوبية ما أعرفش كتير عن الثقافة البحروية، ما أعرفش عن الثقافة البدوية. كتير مننا ما أعرفش إن مصر فيها ثلاث لغات، إحنا عندنا اللغة العربية الأم الأصلية لينا، وعندنا اللغة النوبية في الحدود الجنوبية، وعندنا اللغة الأمازيغية في الحدود الشمالية في منطقة سيوة، فمش الكل يعرف المعلومة دي. من هنا انطلقت وقلت إن أنا حابة أبقى يعني سفيرة لمجتمعي النوبي وأبدأ أعرف الناس بالثقافة النوبية. طيب انا لو عرفتهم بنفس الاسلوب البحثي وحطيت كاميرا وقعدت اتكلم بشكل جامد مش هيكون احسن حاجه صح. فقلت لما تبقى الحكايه بشكل حدوته ممكن تبقى الحكايه يعني اقرب للناس وتلقى استحسان اكتر فابدا انشر الثقافه بكل اشكالها عن طريق الحواديت. وفعلا حسيتي ان في اقبال وان الناس حابه انها تتعرف اكتر على الثقافات المختلفه دي؟ انا كنت متخوفه في الاول فاول فيديو عملته حطيت تقريبا كلمتين بس بالنوبي وبدات اقول حدوته اللي هم كانوا ايه الكلمتين؟ كانوا كلمتين ابرو كوثر اللي هي بنتي يا بنتي يا كوثر المفروض ان في الحدوته دي ماما هتندهلي وانا داخله فتقول لي ابرو كوثر
فدخلت الكلمة تربين، كانت هي الكلمة دي بس. إبرو؟ إبرو يعني إبرو. يا بنت، يا بنت يا كوثر. إبرو كوثر. بنت يا كوثر، بنت يا كوثر. أنت يا بنت تعالي هنا. الماما بقى، الماما بقى بعدها. كنت متخوفة جدا من الحدوتة، لأن أنا في دماغي من فترة طويلة إن أنا عايزة أتكلم عن التراث النوبي. فكنت شايفة إن أنا مش أهلي لده، لأن أنا أولا مش منخرطة ولا عايشة في القرية عشان أقدر أتكلم عنها، ومش مش عارفة استحسان الناس هيبقى ايه. فدخلت الحدوته دي لحاجه حصلت لي فعلا في الطفوله، ولقيت الناس متقبله الفكره قوي. فبدات بقى اتصاعد كل فيديو للتاني، لغايه اخر فيديو تقريبا نص الفيديو نوبي، يعني نصه كلام نوبي، والناس وبترجم طبعا، والناس بتبقى حابه انها تشوف الفيديو كذا مره طبعاً. مره تسمع ومره تشوف الترجمه ومره تتعلم حقيقي حقيقي. والله انها فكره اكتر من رائعه. طيب احكي لنا بقى عن انا مثلا من الناس اللي بحب قوي الاكسسوار والحليه. اوكي. ودايما دايما يقولوا بلاد النوبة دي بلاد الذهب. احكي لنا عن الصيغة، عن الحلي في بلاد النوبة. الذهب في بلاد النوبة مرتبط بالمرأة المتزوجة، أو مرتبطة بالعروس كمقتنيات لها، كهدايا طبعا من العريس. كمان هدايا أهل العريس وأهل العروسة بتبقى هدايا ذهبية. والتقليد ده لغايه دلوقتي متبع رغم غلاء الاسعار، بس برضه يعني بيحاول يحافظ عليه قدر الامكان يعني. فالذهب النوبي ليه خصوصيته، لان الوحدات بتاعته اللي بتكونه واشكاله مش هتلاقوها غير في النوبه، يعني ما تلاقولهاش مثلا شكل ملمس شويه للخليجي او للذهب الفرنساوي او كذا، لا. ليها شكل معين خاص، ليها شكل محدد جدا وخاص بيها ومتميز جدا. انا لابسه حاجه منها، ودي حاجه ده اسمه الدجه. الله. الدجه ده المفروض ان هو لا ده طلعيه كده عشان ما فيش. ده بيكون بيلزق على الرقبه كده. ده مفترض يعني زي التشوكر. الفكره بتاعته والكونسيبت بتاعته ان هي حاجه بتمنع الحسد. فبتلاقوه الام ممكن تهديها للبنت لبنتها اللي لسه والده تلبسها، علشان ايه يعني؟ تمنع الحسد عنها وعن اولادها. كمان في الجاكيت، والجاكيت ده واخد فكرته من الحضاره الفرعونيه القديمه، لان وحداته عباره عن اقراص مسطحه واخده فكره من قرص الشمس للاله امون، ووحدات تانية فيها نقوش ومثلثات وزخارف نوبيه. انتوا احتفظتوا بتراثكم ده لوحدكم، يعني ما عرفناش عنه كتير كده، مع انه يعني طبعا النوبه دي جزء عزيز جدا 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 على قلب كل مصري. وبعدين احترامنا لاهل النوبه، يعني عارفه والله ده احترام تقليدي، يعني من دون ما نشعر نتوارثه مع الاجيال، ان يقول لك مثلا لو عرفتي حد نوبي او نوبيه هتشوفي بقى الاخلاقيات الساميه وطيبه الاهل قد ايه، وثقه فيهم لدرجه ايه. صح ولا لا؟ حقيقي. امال ايه ما عرفتوناش بالحليه دي كمان احنا كستات يا اختي؟ لا وبعدين احنا مثلا لو رحنا هناك هل متوفر ان احنا نقدر نقتني مثلا حاجه؟ أيوة من ده موجود من هناك، وفي ناس صانعي ذهب هنا في اماكن محدده معروفه. احنا في القاهره، في القاهره بيصنعوا ده، بيصنعوا الذهب البندقي 24 ما ينزلوش عن كده، 21 ممكن، لكن اقل من كده بيحسوا ان ده مش ذهب، ان ده مش مقامكم، ده بتاعنا، ده بتاع القاهريين ده. لسه كنت بتناقش مع زميله ليا في مجال الاعلام برضو، ان النوبه حظها مش وافر في الاعلام، عشان ما كانش حظنا ان يبقى فيه محمد صفاء عامر وماجده ابو عامر يتبنوا الفكره زي ما تبنوا فكره الترويج للثقافه الصعيديه في المسلسلات وفي الدراما. يمكن لو في عناصر كده وتبنت الفكره وبدات يتم طرحها دراميا اكتر، يعني تخيلي اكتر من اعلام كبرامج توك شو او كذا، ان في الدراما هيبقى هتفرق كتير، ولازم هيطلع. ما فيش يعني زي ما طلع محمد منير وخلانا نحب ونعشق اغاني، لازم يبقى عندكم حد برضه ممكن يعبر اكتر من يعني الاستاذ محمد صفاء عامر كان بيعبر عن الصعيد اللي هو بينتمي ليه. أيوه. انه يبقى في واحد نوبي هو اللي يحكي. ما انت بتعمليها حواديت. ايوه. ما انت رؤية اهو، يلا شدي حيلك عشان نشوف مسلسلات نوبية. عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا انا سمعت على حاجه اسمها بنتكلم عن الهدايا والذهب في الزيجات وكده، هو سمعت ان في حاجه في الزيجه نفسها اسمها الحراس. ايه الحراس دول؟ طيب هو اسمه الحراس. الحراس هو شخص، هو فرد، فرد واحد، فرد يعني مش طقس، يعني مش حالة. هو فرد اسمه الحراس. بس في طقوس بترتبط بيه. الحراس ده المفروض ان هو طفل ما يكونش بالغ،
يعني 7 8 9 سنين اقصى حاجه. دوره بيلازم العريس بدءا من مطلبه للعروسه لمراسم الزفاف الى 7 يوم. ساعه ما يروحوا يطلبوا العروسه يبقى معاه، هو يعني طلبوا العروسه وخلاص، وهيبقى في مراسم بقى زي زفاف وفي تفاصيل، في حنة، في العريس هيروح يلبس في يوم البركه للعريس، الحراس ده بيبقى ملازمه. وفي دور رئيسي بقى بيقوم بيه، المفترض ان العروسه والعريس مهما كان بيتهم مجهز لازم يدخلوا في بيت اهل العروسه، يجهز لهم غرفه نومهم استقبال زواجهم. يعني اول حاجه في بيت اهل العروسه، اهل العروسه، وبعد كده بقى يروحوا اي بيت تاني. وده ليه كونسبت، ان اهل العروسه احنا لسه في ظهرك، احنا لسه بندعمك، احنا معاكي في حياتك الجديده. فبيبداوا العروسه لازم بقى دخولها في بيت اهل العروسه. اهل البيت ده طبيعي بيضج بالفرح والاصوات على مدى 7 ايام. ففكره تكون اوضه في مكان فيه ناس، لازم يبقى فيه حراس يحرس الاوضه دي عشان ما حدش يقرب منها. ده حرس اللي فيها العريس والعروسه. الاوضه اللي فيها العروسه والعريس. هل يحرس الاوضه ان عشان المقتنيات اللي موجوده جوه الاوضه، علشان خصوصيه العروسه والعريس، الخصوصيه خصوصيتهم. محدش يعدي من الاوضه دي، هم موجودين في بيت العروسه بس انتوا واخدين راحتكم، انتوا في بيتكم. الحراس ده فكره رائعه. عارفه بقى ليه؟ انا بفكر في حاجه. ان احنا دايما بنسمع عن الاب اللي فرح بنته بالذات مش ابنه، بيبقى منهار وبيعيط ويقول لك في حد جه خد بنتي. راجل غريب بقى، انا ما اعرفش. الطاقه السلبيه بتتنقل لبنته، فهو بقى لما تبقى عنده في البيت حقيقي، الاب بالذات، الاب اللي بتبقى بتزغرط ومبسوطه. أيوة. الى اخره. أيوة. انما يبقى وهي عنده وجوز بنته عنده في البيت، ده يعني حركه تمهيديه. طبعا ان هو طبعا انت واخدها من بيتنا وهي عروسه، فتحافظ عليها زي ما خدتها من عندنا بنفس الشكل. الحراس بيدوا له كرباج، هو طبعا ما بيتعاملش بيه، بس هو ايه، هو طقس وتراث. بيفضل بيحرس الاوضه دي على مدى اسبوع كامل، وبيعامل معامله كبار الزوار. ولسه الحقيقه يعني الجواز دي لسه موجوده لغايه النهارده، لسه متابعه. يعني في حاجات ثوابت من ضمنها الحراس دي، لا لسه بيتبعوا طقس. طب ايه تاني من طقوس الزواج او الزواج اصلا بيمر ب7 خطوات. اول خطوه 7 ايام، 7 خطوات، واحفظوهم معايا عشان هقولهم بالنور. يلا بينا. برجر بيرجر. البرجر ده الطلب، او ان العريس يروح يطلب العروسه. والعريس هنا ما بيطلبش العروسه من باباها ومامتها، بيطلبها اولا من خلانها وعمامها. ليه؟ عشان الكونسبت بتاع البنت دي، لو حد من ولاد عمامها او حد من ولاد خلانها حاطين عين نظره عليها، فعرفونا احنا ناخد خطوه لورا. لو الدنيا تمام، خاصة لو من قرية تانية، لو من قرية القرية دي. تفكير حلو ازاي؟ ففي قيمة حلوة. فدي البرجر أول حاجة. تاني حاجة الإتسمر، اللي هو يوم الشيلة. الشيلة ده بينقلوا مقتنيات العروسة والهدايا وكل حاجة أهل العريس، بينقلوها لبيت أهل العروسة، ما بيرجعوش فاضيين. نفس الحاجة اللي شايلين فيها مقتنيات بيرجعوا من بيت أهل العروسة بهدايا. فهي الحكايه فيها محبه ورايحه جايه. فالبرجر والاكسمر، ويجي الكفريه اللي هو يوم الحنه. يوم الحنه طبيعي زي اي حد، بس بيبقى فيه بيذبحوا ذبايح، وبيبقى فيه عزومات عزايم بقى. والحنه هل ليها اشكال ورسومات معينه؟ انا شايفه بترمز الى حاجه. بصي ايه عامله بس احنا واخدين الحاجات دي اكتر من السودانيين، وبتبقى رسومات بقى عشان نوري للساده المشاهدين. رسومات بتاعت الحنه. الله، دي بيبقى في رسومات، دي حاجات الله حلوه والله قوي. بس رسومات مثلا ليها معنى معين؟ هي وحدات بقى، وحدات ورود، وحدات يعني بس هلال كذا. بتفكرني شويه يا استاذه كوثر بالهندي. قريبه شويه من الهندي. الهندي الاماراتي بيعملوا برضو حاجه زي كده. يعني الخلاجه في كتير من السودانيين طبعا، واحنا فده يوم الحنه. يجي بعد الحنه الايم، ده اليوم الرابع بقى. البالي. البالي اللي هو يوم الفرح، او اسمه بالي او اسمه اركيني، يوم الفرح. فيوم الفرح ده بيبقى برضو فيه سفرة وعزومات للناس. ويجي بعد البالي الايم، بعد ما ياكلوا بقى، ما نشوف بعد ما ياكلوا ايه، مش هيحلوا بقى حاجه ثانيه. في الباركت بقى الصبح، خلاص بقى الناس هيباركوا، اللي هي المباركة. الباركت ده بيبقى بقى النقود بقى، بيجي العريس وكده. بعد الباركت بيجي التيجر. تيجر المعنى الحرفي ليها جلوس، والمقصود جلوس. تيجر يعني جلوس. المقصود بيها العريس بقى بيبدا الناس اللي جم وقفوا له في فرحه وفي حنته، الشباب بيعزمهم يتيجر، يعني يجلسوا في مجلس بقى ايه، عزومه وتكريم ليهم. ثم الكل ده اخر حاجه اللي هو يوم السبوع. يوم السبوع ده بقى يبقى العريس العروسه والعريس لازم يطلعوا من بيت الزوجيه، يتحركوا بقى يروحوا في بيت تاني، يزوروا بيت اهل العريس او كده، بس لمده 7 ايام ما يخرجوش من
من بيت اهل العريس. اهل العريس في بيت اهل العريس، هل يعني بعد الزواج بيبقى ليهم بيت مستقل ولا النظام القبلي بيبقى ليهم القبائل اللي عندنا انه يقعدوا مع الاهل؟ لا بيبقى لهم بيت مستقل. وغالبا دلوقتي بيبقى خلاص هم قعدوا بيت الزوجيه وجاهز، بس فرحهم اسبوعهم في بيت اهل العروسه وبعد كده انتقلوا لبيتهم. يقعدوا اسبوع برضه في بيت العريس ولا لا؟ لا يقعدوا اسبوع في بيت اهل العروسه وتتنقل على بيتها بعد كده. على بيتها على طول بقى. الله جميل قوي قوي. والشبكه بتبقى عباره عن ايه؟ ملهاش حاجه محدده، بس يعني بيتحدد لها قيمة نقدية مثلا، خاصة دلوقتي بقى لأن حدد قيمة علشان ما يبقاش فيها مغالاة. وبيبقى ذهب عادي بقى، يا اما ذهب بلدي زي كده او ذهب خليجي او واتيفر يعني. هل في يعني عيب دلوقتي لسه موجود في النوبة انه ان يبقى في قصة حب مثلا بريئة جميلة بين الزوج المتقدم والعروسة الحلوة، عيب انه يبقى ولا كلها يعني زي ما بنقول هنا في مصر نقول ايه جواز صالونات؟ ايه هو مش جواز صالونات طبعا. دلوقتي احنا بقى في سوشيال ميديا وبقينا مفتوحين على بعض قوي. صحيح. بس يزال لسه في خيط من الحياء. أيوة. اللي هو البنت لو معديه والشباب واقفين من ضمنهم الشاب اللي عينه منها عينه ما ترفعش عليها، هي ماشيه باصه على الارض. ففي لو في تجمعات غالبا التجمع يعني مقسوم ما بين بنات وبين شباب. حتى في الافراح جزء خاص بالسيدات حتى لو في رقص او كذا، وجزء خاص بالرجال. ففي حاله من المدارس لسه ما فيهاش اختلاط؟ لا المدارس فيها اختلاط عادي. فيها اختلاط عادي. طب يعني ما الاختلاط ده بيفرض بعد كده على شكل مختلف في المجتمع يعني. بالظبط. بس تزال العادات برضو هي اللي مسيطره، عادات ان البنت خجوله ما عينيها ما تعلاش، ان الشاب ما يبصش على بنت جارته. فيها الشهامه المصريه. أيوة. القديمه. بنت شارعنا. أيوة. محدش يبص لها. بالنسبه للعطور يعني بحس دايما ان اهل النوبه بيهتموا قوي بالنظافه والعطر والحاجات دي كلها. هل بيبقى في صناعه للعطور؟ بيبقى في صناعه للعطور وفي عطر محدد اسمه عطر الخمره. العطر دوت بيكون مرتبط بالزواج يعني، ومن اساسيات الزواج يعني، عريس وعروسه ومأذون والخمره دي لازم اساس. بيجيبوا المواد الخام بتاعتها، مواد جافه ومواد سائله، وبيبداوا يشوفوا سيدات العيله اللي فاهمين اكتر في صناعه العطر ده وبيصنعوا. العروسه لازم تتجوز ومعاها العطر. في ولد زهره معينه عادة بتستخدموها؟ يعني هو خشب الصندل والمحلب، وفي القواقع، القشره بتاعت القواقع دي بتبقى مواد الجافه، المواد السائله بتبقى اللي هي الصدف يعني. الصدف بس مش الصدفه. عارف حضرتك القشره اللي بتقفل على الصدف على المحار وهو ماشي. القشره دي بقى اللي بيطلعوا القشره اللي من بره. دي المواد الجافه. المواد السائله بتبقى صندليه وسراتيه وفرير دمور. حلوه قوي. انا سعيده جدا انكم متمسكين بعاداتكم وتقاليدكم بجد يعني. بس يعني الوقت كان قليل قوي، بس سمعنا حاجات لطيفه جدا يا استاذه كوثر. احنا بنشكر الاستاذه كوثر حسن، مدرس الاعلام بجامعه عين شمس، صانعه محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحياتنا ليكي لكل ابنائنا وحبايبنا المصريين في منطقه النوبه. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. شكرا. كده نكون وصلنا للنهايه. باي باي. انت معايا بكره يا نهى؟ طبعا. احنا بكره معاكم بقى نهى وانا. باي باي. وان شاء الله يوم جميل ليكم جميعا. باي.